شتان ما بين انك تستخدم الليزر وانت معتقد ان هو علاج حديث في حين ان هو مجرد مشرط. اخواني واخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثا كلكم عارفين ان احنا بنعمل تقنيه جديده للانزلاق الغضروفي، ان احنا بنعمل تكفيف لنواه الغضروف ولحام للغلاف بتاع الغضروف بحيث ان هو ما يرجعش يحصل انزلاق غضروفي تاني الا بقى في المجهود الشديد جدا. طيب ناس كتير ابتدوا يسالوني، طب ايه الفرق ما بين لحام الغضروف وتكفيف الغضروف وما بين انك تشيل الغضروف بالليزر؟ هنعقد مقارنه بسيطه جدا. احنا دايما بنقول ان احنا بنعالج التهاب الاعصاب بالتردد الحراري وبنعمل تسليك للقناه العصبيه بالقسطره في انتظار ان يحصل جفاف للغضروف او دي هايدريشن للغضروف او ان الغضروف يجف وبالتالي مش هيرجع الالم تاني بعد الحقن والتردد الحراري والتسليك بالقسطره لان الغضروف هيكون جاف. لكن احنا عندنا التقنيه الجديده اللي احنا قلنا عليها ان احنا بنعمل تجفيف لنواه الغضروف، يعني بنسرع العمليه الطبيعيه المفيده اللي احنا عايزينها، وسيلينج او لحام لغلاف الغضروف بحيث ان حتى الجزء اللي هو حصل منه انزلاق يبتدي يلتئم وما يحصلش انزلاق مره ثانيه. الليزر بيعمل ايه؟ الليزر بيدخل زي الجراحه بالظبط، الليزر مشرط، هو بيخرم غلاف الغضروف ويبتدي يدخل جوه ياكل ويقطع في نواة الغضروف علشان يقلل حجمه ونقول للمريض مبروك انت دلوقتي الغضروف بتاعك بقى صغير. لكن انت عملت حاجتين سيئين جدا، انت خرمت الغلاف بتاع الغضروف بمشرط بتاع الليزر في حين ان احنا بنعمل له التئام، بنعمل سيلينج، بنعمل لحام للغلاف. انت دخلت جوه ابتديت تقطع بالمشرط بتاع الغضروف جوه النواة بتاعته في حين ان احنا ابتدينا نجففها. شتان ما بين انك تستخدم الليزر وانت معتقد ان هو علاج حديث في حين ان هو مجرد مشرط جراحي بيقطع في الغضروف من جوه وبيقطع في غلاف الغضروف، عن انك تستخدم تقنية تانية اكثر امانا وهي تجفيف الغضروف ولحام الغضروف.